اول حاجه عايز يعرف احنا خدنا بالراجع كده، خدنا التمثيل البياني بالنقاط، وخدنا التمثيل البياني بالمدرج بالاعمده، خدناهم السنه اللي فاتت. التمثيل البياني بالنقاط اللي هو كان بنعمل بنمثله بالنقاط، يعني مثلا هنا لو كان عدد الساعات ساعه، كان عدد ساعات المذاكره كانوا اتنين، اتنين قعدوا ذاكروا ساعتين، عدد الطلاب اللي ذاكروا ساعه ساعه اتنين، عدد الطلاب اللي ذاكروا ساعتين واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. عدد الساعات لما كان 3 ساعات كان واحد اتنين تلاتة أربعة، عدد الساعات لما كان 4 كان واحد اتنين تلاتة، 5 ساعات ما حدش خالص، 6 ساعات كانوا 2، و7 ساعات ما كانش فيه خالص. يبقى كده ده بنمثله بتمثيل بياني بالنقاط، أكيد أنتوا عارفينه ومثلناه من 4 ابتدائي كمان. طيب خصائص بقى التمثيل البياني بالنقاط، بيقول بيبقى ليه عنوان، فين عنوانه اللي هو عدد ساعات المذاكرة، ده العنوان. بيعرض بيانات عددية، يعني ايه اعداد، زي ما احنا قلنا كده عدد الساعات واحد كان كام، عدد التلاميذ كانوا اتنين، بنجاوب عليه باعداد. يبقى التمثيل البياني بالنقاط زي ما احنا لسه قايلينه من شوية كان عددي، يمكن رؤية كل معلومة في المخطط، وبتمثل كل معلومة بنقطة، ليه مفتاح. ايه هو المفتاح، حد يعرف؟ انا عارفه اللي هو مس اكس مثلا بيمثل عدد طالب عدد صح، تلميذ. يعني ممكن اكس دي بتمثل هنا تلميذ، ممكن انا اقول لك لا الاكس باتنين بتلميذين، ممكن اقول لك دي الاكس بتساوي 3 تلاميذ. يبقى المفتاح بتاعي اللي هو الاكس دي بتمثل قد ايه، اللي هي علامة النقطة دي كام، دي تعبر عن تلميذ واحد ولا تلميذين، يبقى الاكس دي هو المفتاح. طيب ايه بقى التمثيل البياني بالأعمدة؟ اكيد من اسمه كده هنمثله بأعمدة، اهي زي الشكل اللي قدامي ده عمود، احنا بيعبر عن خدنا وقت خدناه برضو، بيبقى ليه عنوان، بيوصف هنا اللغة العربية، عدد التلاميذ 7 اللي بيحبوا العربي، رياضيات 3، العلوم 6، اللغة الإنجليزية 4. يبقى بيعرض بيانات اتنين نوعين، وصفي وعددي، لان بيقول عدد هو التلاميذ وبيقول بيوصف المواد، وليه عنوان وليه محور رأسي ومحور أفقي. المحور الرأسي ده المحور الأفقي، ده كده بنسميه محور ايه، أفقي، لكن اللي فوق ده بنسميه محور ايه، رأسي. الرأسي بيبقى واقف والأفقي بيبقى نايم. كل عمود بيمثل عدد واحد او فئة واحدة، يعني العمود ده بيمثل حاجة واحدة، اللغة العربية، العمود ده بيمثل رياضيات، كل عمود خاص بنفسه. المسافة بين الأعمدة بتبقى متساوية، لو لاحظنا إن المسافة قد ده قد ده. البيانات عن المحور الأفقي ليس من الضروري أن تكون أعداد، ممكن تكون حروف، أي وصف. دي مشكلة في التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل البياني بالأعمدة. بس صوتك بعيد. مش درس تاني ماشي، صح؟ ايه درس تاني صح؟ يا بنتي، ما احنا قلنا من بدري، وانتي لسه داخله. لا ايوه درس تاني اللي انتي خدتيه قبل كده يا يارا، خدتي مش انتي قبل كده خدتي التمثيل البياني بالنقاط والتمثيل البياني بالاعمده، راجعنا بس بس عليه. السنه دي بقى تاخد ايه، المدرج التكراري. انت اللي ما خدتها لوحدك يعني من غير ما يجوا الباقي. استغربت انت بقى. ايه المدرج التكراري؟ هو تمثيل بياني بيعرض بيانات مجمعة في صورة فترات، وبيستخدم الأعمدة لتمثيل هذه الفترات. يبقى دايما أول ما تلاقي كلمة بيستخدم في صورة فترة، يبقى ده اسمه إيه؟ مدرج. في صورة فترة إزاي؟ يعني أنا عندي الأعداد ما بين 81 وال85، يعني إيه من 81 يا مس؟ ايه الشرطه دي، ناقص؟ لا دي معناها من 81 الى، الشرطه دي معناها ايه، الى ل 85. يعني ما بين ال 81، بدل ما اقول لك 81 و82 و83 و84، لا انا بقول لك من 81 الى 85. ايه الشرطه دي معناها ايه، الى. الدرجات من 81 الى 85،
هنا الدرجات من 86 ل 90، هنا الدرجات من 91 ل 95، هنا الدرجات من 96 ل 100. هنلاحظ ان الفرق بينهم زي بعض، صح؟ ملاحظين ان الفرق ما بينهم كلهم زي بعض؟ يعني هنا في بيناتهم 4 درجات، وهنا برضه 4 درجات، وهنا برضه 4، صح؟ صح. يبقى دايما يا مس الفرق ما بينهم بيبقى ثابت. اه ممكن يبقى 4، ممكن 3، 2، 5، بس كلهم لازم يبقى الفرق ما بينهم نفس العدد. تمام. تمام. عندي محور أفقي زي الأعمدة بالظبط، وعندي محور رأسي وبنمثلها بنفس كده، بتحس إنه مدرج عامل زي السلالم اهو، مفيش بيناتهم فواصل خالص. في بيناتهم فواصل؟ لا يا مس، الأعمدة كان في ما بينهم فواصل، لو رجعنا كده كنت هتلاحظ إن الأعمدة في بيناتهم فاصل، صح؟ صح لكن يا مس، المدرج مفيش بيناتهم فواصل. ليه؟ لأنه فترات، فترات مجمعة. تعالوا نشوف بقى خصائصه. بيعرض بيانات عددية فقط، يبقى المدرج التكراري هو عبارة عن بيانات عددية فقط. طب مين فاكر التمثيل البياني بالأعمدة؟ كان عددية ولا وصفية؟ ولا كان الاثنين؟ مين فاكر؟ التمثيل البياني بالأعمدة. تمثيل بان مش كان في الحاجتين يا شباب؟ لا إله إلا أنت. يا جماعة أنا بسأل، الناس مش متفاعلة ومش بتجاوب، واقفين المايكات واقفين الكاميرات ليه؟ الكاميرا يا مس، فتح الكاميرا والله. الكاميرا ونسيت المايك مقفول. أهلي بقول لك جاوب، الصفحة اللي قبلها بقول كان التمثيل وصف. البياني بالأعمدة اللي أنا لسه قايلاه من ثانيتين، كان عددي ولا وصفي ولا كان في الحاجتين عددي ووصفي؟ كان في الحاجتين والله، الاثنين كان أعداد ووصف. الاثنين فين أهو؟ لما قلنا المادة كان هو ده وصفي، لغة عربية، رياضيات، علوم إنجليزي، وكان فيه أعداد 0، 1، 2، 3، كان وصفي وعددي. التمثيل بالنقاط قلنا عددي بس، كان بيعرض بيانات كلها أعداد، ده زيه برضه، ده عددي فقط، كل البيانات اللي بيعرضها أعداد في صورة فترات. ليه عنوان؟ وليه محوران رأسي وأفقي. بيجب أن تتلامس الأعمدة، يعني مفيش ما بين كل عمود وعمود فاصل زي التمثيل البياني بالأعمدة التاني، لا هنا المدرج تتلامس الأعمدة لازقين في بعض. بيعرض البيانات المجمعة في صورة فترة. بيجب ألا تحتوي الفترات على فجوات أو تداخلات بين القيم، زي ما أنا قلت لك ما بين كذا لكذا، الفترة ما بينهم ثابتة. المحور الأفقي بيتضمن الفترات العددية. نشوف بقى كده مقارنة بين التمثيل البياني بالأعمدة والمدرج التكراري. التمثيل البياني بالأعمدة قلنا بيعرض نوعين، بيانات وصفية وعددية، لكن المدرج التكراري عددية فقط. التمثيل البياني بالأعمدة كل عمود بيمثل عدد واحد أو فئة واحدة، لكن هنا كل عمود بيمثل فترة عددية من الفترة كذا للفترة كذا. التمثيل البياني بالأعمدة المسافات بينهم متساوية، بيبقى فيه مسافات، هنا مفيش مسافات بين الأعمدة في المدرج. الاتنين بقى بيتفقوا في إيه؟ إن هو كل واحد منهم ليه محور أفقي ورأس، وكل واحد منهم ليه عنوان، وكل منهم بيعرض بيانات عددية، وكل منهم بيستخدم الأعمدة لتمثيل البيانات، وكل منهما ليه مقياس متدرج للمحور الرأس. أسئلة بس بقى. عندنا قياس متدرج. يعني ايه قياس متدرج؟ يعني احنا هنا عند المحور الرأسي يا محمد، مش احنا قلنا 0، 20، 40، 60، 80، 100؟ هنا برضو مش في الأعمدة بنقول 0، 1، 2، 3، 4، 5؟ هو ده القياس المتدرج. يلا يا محمد، ايه السؤال؟ حدد أي من هذه الخصائص مشتركة بين كل مخططات التمثيل بالنقاط، بمعنى النقاط المشترك. يجب أن يكون للمخططات التمثيل بالنقاط عنوانين، بيبقى ليه عنوانين ولا عنوان واحد؟ واحد. يجب أن تتضمن مخططات التمثيل بالنقاط بيانات موضحة فوق خط الأعداد، بمعنى هو بيتضمن بيانات موضحة؟ أيوة، مش البيانات بتبقى موضحة كل تلفزيون وكذا وكذا؟
يمكن رؤية كل معلومة في مخطط تمثيل بالنقاط وتمثيل كل معلومة بنقطة. تمام، هو ايه اللي تمام؟ تمام، فهمنا؟ نقرأ اللي بعده. لا قول، احنا بنختار كل اللي صح. هو عاوز المشترك. يجب أن تبدأ، لا يجب أن تبدأ خطوة الأعداد في مخططات التمثيل بالنقاط يا بالرقم محمد صفر. انت نطيت ليه على هاي؟ احنا لسه في جيم، لسه ما قلناش دي هنختارها ولا لا. أنا عبد الله، أنا عندي اعتراض. قول يا عبد الله. ألف دي المفروض تكون لا، تروح. جيم هتكون ألف لازم تكون صح. ايه؟ ألف لازم تكون صح. يجب أن يكون لمخططات التمثيل البياني بالنقاط عناوين. أيوة دي صح فعلا، أما احنا قررناها عنوانين ليه؟ سبحان الله. محمد قالها غلط اه عشان والله انا أقنعك. قريت اراء غلط وانا مشيت وراه مش عارفه ازاي. جيم ما اكيد تكون لازم غلط. يبقى كل مخططات التمثيل بالنقاد لازم يكون ليها عناوين اكيد. تمام، جيم ما تكون غلط لأنه مش بالضبط وبالضبط يعني. يعني ايه مش بالظبط؟ بيقول طب قول يجب لي ان تتضمن مخططات التمثيل بالنقاط 20 معلومة بالضبط. اكيد لا، ممكن اكتر. عشان كده بقول غلط. ماشي. يمكن رؤية كل معلومة في مخطط التمثيل بالنقاط وتمثل كل معلومة نقطة. صح، أعتقد صح. ممكن أشوف أقرأ كل معلومة في مخطط التمثيل بالنقاط وتمثل كل معلومة بنقطة، ممكن أمثلها بنقطة وممكن أقسمها بنقطتين براحتي على حسب المفتاح تمام، اللي بقى. يجب أن تبدأ خطوط الأعداد في مخططات التمثيل بالنقاط بالرقم صفر. لا هو مش يجب، فتكون غلط. ماشي. يجب أن توضع الوحدات المستخدمة في قياس البيانات على خطوط الأعداد في المخططات. الوحدات اللي انا بستخدمها لازم احطها على خط الاعداد، يعني انا بستخدم المتر بستخدم السنتي في القياس، لازم اكتب متر او لازم اكتب سنتيمتر. لو بستخدم الكيلو لازم اكتب كيلو. هو بيقول لك كده يجب ان تحط الوحدات اللي انت استخدمتها في قياس البيانات على خطوط الاعداد. صح، لازم. لا مش لازم، لا غلط. هاي يا عبد الله، لازم لازم يا شباب، لازم ولا مش لازم؟ والله عندي اعتراض. مش لا لازم، هو لازم تبقى صح. يعني لازم احط عليها صح. لازم احط. هاي يا شباب، اللي موافق انها لازم نحط الكيلو جرام او المتر او السنتيمتر. ترى احنا بس ثانية واحدة. يبقى انت والله واحدة مستخدمة في قياس البيانات. انا عبد الله قول صح. مروان لازم احط الوحدات المستخدمة. يجب ان توضع الوحدات المستخدمة في توضع قياس. توضع توضع، يعني احنا قلنا خلاص يعني ايه؟ هو احنا مش مركزين ليه يا شباب؟ هو انت مش محتاج تقرا اللي احنا قلنا السؤال؟ انا بقول كذا الاقي ناس بتجاوب، ما لاقيناش نايمين يا شباب. صح، هتبقى صح. انا محمد حماد، خد ليه صفري يا بس. محمد حماده صح؟ قول ليه صح؟ بس انا مش ولا وليد غلط. اللي بيقول لي يقول صح ليه، واللي بيقول له يقول غلط ليه؟ يلا وهنا نسكت قليلا. مش هو كده، هو صح ما يجب اعرفش بصراحة. يا بس هي علشان بس هو المفروض ان احنا نحط عشان توضح لي البيانات دي بالايه؟ ما انا لازم اكتب هنا وانا ايه الارقام اللي انا كاتباها دي تبع ايه؟ فبقول متر او كيلومتر او اس اور سكند مينيت، بتلاقيه كاتب كده في الاخر تحتيها هي بالايه صح. صح. اللي بعد يمكنك تحديد عدد الملاحظات في مخطط التمثيل بالنقاط عن طريق إيجاد مجموعة القيم العديدة التي تمثلها كل العددية. القيم العددية التي تمثلها كل نقطة.
بالنقاط عن طريق إيجاد. يعني انت لو جمعت القيم العددية دي يا عبد يا محمد، لو جمعت كل القيم العددية اللي بتمثلها كل نقطة من خلالها هتقدر تحدد عدد الملاحظات في المخطط. مش كل قيمة عددية بتمثل حاجة. غلط. أما لا هتحدد من خلالها ايه؟ عفوا. أما اللي أنا لما أجمع القيم العددية دي اللي بتمثلها كل نقطة دي هتعبر عن إيه؟ خلاص وتسعة غلط. ليه غلط ليه؟ ما أنا عايز أعرف هي غلط ليه؟ أنت بتقول غلط ليه؟ بناء على إيه؟ ما هي غلط عشان كذا بس، وده اللي أنا عايز أسمعه. نرجع بس كده للتمثيل البياني غلطة اللي حقيقي. عندي دي. ده تمثيل بياني بالنقاط اهو يا محمد، ماشي. هلاحظ ان انا كاتب لي ايه، ان ده عدد الساعات، كاتب اهو، لازم بيقول لي هو ده ايه الخط. الاعداد ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن عدد الساعات، والعنوان عدد ساعات المذاكره. فهنا عدد الساعات لو ذاكروا ساعة هيبقوا تلميذين، لو ذاكروا ساعتين عددهم كذا، 5، لو ذاكروا 3 ساعات عدد اللي ذاكروا 3 ساعات كذا، عدد اللي ذاكروا 4 ساعات كذا، عدد اللي ذاكروا ساعتين كذا. هل انت من خلال ان انت قدرت تجمع ان دول 2 ودي دول كده 5 يبقوا 7، ودي كده دول 4 و3 7، 7 و7 14، ودي 2 تانيين يبقوا 16، كده قدرت تجمع ملاحظات عن الكلام ده ان هم لا عدد كل الطلاب اللي شاركوا في الدنيا دي 16 طالب، صح؟ صح يا محمد. صح، ممكن أقول صح. أن عدد الطلاب اللي شاركوا في المذاكرة بيكون صح. لا هري على الفاضي. اللي بعده، بيجب تحديد الأعداد التي لها نقاط بيانات على خط الأعداد فقط. بيقول لك يجب تحديد الأعداد، لازم تحدد الأعداد بس انا التي بس لها بحاول نقاط. افهم، انا سامع والله بس بحاول افهم قصده. ماشي افهم، معاك وقتك. لا هو مش على خط الاعداد فقط، ممكن على اي حاجة تانية عادي. ازاي؟ زي مثلا مدرج العدد. ماشي. زي المدرج التكراري وزي التمثيل البياني بالأعمدة. السؤال التاني، يلا يا عبد ممتاز. الله، ألف وواو. يلا يا عبد الله، حدد الخصائص المشتركة بين كل من المدرجات التكرارية. يلا المدرج التكراري يا عبد الله، يجب أن يكون عنوان يعني يجب أن يكون المدرجات التكرارية عنوان، ويجب تسمية كل يعني انا محور. المحور كده بسميه كذا، والمحور الرأسي بسميه كذا. نعم صح. اللي بعد تعرض بعد المدرجات التكرارية نقط البيانات الفردية. نقط البيانات الفردية. لا غلط أكيد. اللي بعد تعرض المدرجات التكرارية البيانات المجمعة في فترات. أكيد صح. يجب أن تتلامس العملية في المدرج التكراري. صح. صح. ليس من الضروري أن تكون الفترات في المدرج التكراري بنفس القيمة. غلط. تمام. يجب ألا تحتوي الفترات في المدرج التكراري على فجوات أو تدخلات بين قيم. صح أكيد. تمام. اللي بعده، يلا يا مروان. أوكي مس. هو لا عايز هنا أنا نكمل مخطط فين، يعني احط هنا ايه في التمثيل البياني بالأعمدة، واحط ايه في المدرج التكراري، واحط ايه في النص.
مش ماشي حبة قول يا حبة. مس. دي مقارنة ايه؟ فاضل دقيقتين نلحق. اه ماشي، ناخد خط فين ده بقى واجب. كفاية تمام المرة يا الجاية بقى حاجة ناخد درس بس كده. مخطط، يعني مخطط فيني ده يا شباب فاهمينه؟ ليه محوران أفقي ورأسي بتتحط في النص، كل عمود بيمثل عدد واحد أو فئة واحدة. ده طبعا المدرج ولا التمثيل البياني؟ التمثيل البياني اللي يعرض بيانات عددية، المدرج والاتنين بيعرضوا يبقى حطه في النص. لا توجد مسافات بين الأعمدة، لا ده مدرج. المسافات بين الأعمدة متساوية، ده لا أعمدة. يستخدم الأعمدة لتمثيل البيانات، بنستخدم الأعمدة الاتنين. بيقعد كل عمود يغيره. بيمثل فترة، كل عمود بيمثل فترة يبقى مدرج. ليه عنوانان، عنوان ومسميات لكل من المحورين، لا هما الاتنين بس. في واجب غيره يا ميس ولا ده بس؟ ده الواجب اللي فات بتاع الدرس اللي فات. تمام يلا السلام تمام عليكم. صفحة 137. اكتبهم يا محمد يا مجدي معلش على الجروب.